أحمد الذهبي حبيبي، شاعر أحمد الذهبي نجم نجوم السومرية في عام 2006. نعم. ويقول حيدر الساعدي باقني وماخذ من عنده نص غنائي متواردين وما قايل له ومنطيها الحبيب وهوسة. أنا أولاً هذا الموضوع سمعته طبعاً، حبيب علي بيروت أو بغير دولة ما شايفه يعني. موضوع أغنية مثل الطير ربيتك، ماجد الحميد وعلاقتي بي ودائما كل أوراقي يمي، فقال لي هذا النص ما أعرف المن. قلت له حلو هذا الدخول، فشوف الشاعر ماله، قال لي كمله بد نسجله احنا وبعدين نبحث عن الشاعر وخلي يكون اسمك وياه. قلت له لا راح أكمله ويبقى نفس الاسم بس أعرف لي الشاعر. كملت وسجلت الأغنية وما دخل صوته عليها ماجد الحميد للأمانة، وماجد موجود. حلو. بعد سنتين اتصل ناجي الشمري ماجد الحميد وقال له هاي الأغنية أريدها، فهاديها إله وداز العمل ومدخل صوته عليه، مركب صوته عليه حبيب علي. حلو. أنا ما أعرف هالموضوع. جيت قالوا الأغنية نازلة، قال لي ماجد أغنية نازلة صوت. قلت له ما أعرف الموضوع أنت، قال لي أنا انطيتها الناجي وكذا. قلت له زين الشاعر اللي كاتب البداية؟ قال ما أعرفه. زين قلت له حقوق الأغنية شلون؟ أنا مكمل بها ثلاث كوبليهات يعني. بهذا الأثناء أو بعد يوم أو نفس اليوم ما أتذكر يعني، إجا علي فريدة وتحياتنا إليه والشاعر أحمد الذهبي العزيز، فقال هاي الأغنية مالتي مثل الطير ربيتك ودللتك وداريتك. قال لماجد الحميد منطيك هذه البداية، فقال ما أتذكرها، وكملها حيدر الساعدي. فأحمد يقول أنه يعني باللقاء يقول أنه ما قال حيدر كملتها أو كذا وباقني من هالفتش لهالفتش. أنا لا ماخذ عليها مادة الأغنية، وأيضا قلت لأحمد تروح لناجي الشمري وتاخذ حقوقك من يمه وتنزل اسمك على الأغنية لأن بعدها ما متصورة. فبعد ما أعرف الموضوع أنا ابتعدت، صار عندي ظرف وابتعدت عن هالموضوع، وأنا ما محتاج هاي الأغنية. حبيب علي مغني لي ودع عن الهوى ولو ما عندي غيرك ولا ما جبرتك وجيبك الأيام ودقوا على الخشب وأغاني كثيرة لحبيب علي، ما محتاج أنه أخذ أغنية من أي شاعر، لأن يعني أنا اللي عندي هذا الكم الهائل يعني أروح على أغنية ما أعتقد أنه نفس المطب. ليش بهذا المطب أنه كمل لي؟ والمشاكل اليوم كل الشعراء بسالفة كمل لي على أنا هذا الشيء. أنا ماجد الحميد علاقة كلش قريبة بي، فدائما شي يكون اللي يكتب لي القريب علي جدا علي فريداوي. اتوقعتها لعلي فريداوي. حلو. يعني ما حد يدخل على علي فريداوي بس انا. حلو. كلمه لاحمد ذهبي، اقول له حبيبي احمد انت كنت تعلم بالموضوع وقلت لك انه انا كملتها، جزء انت ناسي يعني، فانا ما محتاج انه اخذ اغنيه من اي شخص والف تحيه لك. انا يعني شاعر غنائي وغاني كثيره، فما محتاج ان اخذ اغنيه والف بوسه لك. تحياتنا لحبيبنا احمد الذهبي.